السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال سنة خمسة حبايب قلبي. استنى كده أعمل لكم قلب. أحبكم جدا وأهلا بكم في فيديو جديد. طبعا سنة خمسة كونكت بلس، أحبكم جدا كلكم، بحبكم كونكت بلس. النهاردة إن شاء الله عندنا حل امتحانات مهمة جدا. بلاد حل الامتحانات هو يعني من أحسن طرق المراجعة، إن إحنا بنحل امتحانات وبنشوف الأسئلة ونظام الأسئلة والأفكار اللي بتجيلنا. فاحنا طبعا بنحل امتحانات قبل كده، والنهارده هنحل امتحانين مهمين جدا، ويعني ممكن جدا بشكل كبير ان تقابلنا اسئله من هنا ونلاقيها في الامتحان ان شاء الله. فاديني اللايك الحلوه بتاعتك ويلا بينا نبدا. اول سؤال يا اولاد يكون عندنا هو سؤال استماع، تمام؟ فتعالى كده نبص على اول سؤال. سؤال استماع، نسمع نص الاستماع وبناء على نسمعه ونقدر ان احنا نختار الإجابة الصحيحة. نص الاستماع بيقول My name is Jana. ماشي يا جانا، تشرفنا. When I grow up، لما أكبر I'd love to be an engineer. أنا كده قبل ما أنسى هحل أول سؤال. جانا would love to be an engineer، عايزة تبقى engineer. إن شاء الله تبقى engineer، تمام. عايزة أبقى engineer. I would love to be an engineer like my uncle وائل، زي عمي وائل. Okay. His job sounds really interesting. وظيفته يعني شيقة فعلا. يبقى an engineer's job sounds really interesting. وأنا فاكر أول بأول. They هما اللي هما الإنجينيرز help make things، يساعدوا في صنع الأشياء such as زي skateboards، يبقى الواحد تزلج، and roads والطرق. يعني engineers make things such as skateboards and roads. تمام. Uncle Wael says that you need to understand science. عم وائل بيقول انت لازم تفهم الساينس، العلوم، to do this job، لتقوم بهذه الوظيفة. يعني آخر سؤال كده اللي هو بيقول you need to understand، أقول له ساينس، you need to understand science to do or to be an engineer. السؤال اللي بعد كده سؤال بوكس، تعال نقرأ هذا الايه البوكس كده ونبدأ نشيل من البوكس ونحط في الفراغات. عندي فريز يتجمد، سوليد صلب، بويل يغلي، جاس غاز، ليكويد سائل. سوليدز ليكويدز اند جازز مالهم؟ كان تشينج فروم وان ستيت تو انذر، بيتحولوا من حالة لأخرى. When you eat water, it turns to steam. لما ايه الميه بتتحول لبخار؟ لما بتغلي الميه، بويل. اغلي الميه تبقى بخار، it turns to steam، بخار. Water is a liquid، الميه سائل. طيب if you eat water, it turns to ice، تبقى تلج. If you freeze، لو انت جمدت الميه تبقى تلج. Steam، البخار ده is a ايه؟ البخار عباره عن gas، عن غاز. طيب When ice gets warm، لما التلج يدفى، it melts، بينصهر، and turns to liquid، ويتحول لسائل. Ice is a، هو التلج ده solid، صلب. تعال نقرأ هذه القطعة، ما شاء الله قطعة قطعة. Once upon a time، كان يا مكان، هنحكي حدود. A kind and honest shoemaker. عرفنا الحدود، عرفناه. صانع أحذية طيب وأمين، ورانا في كونكت، ورانا في كونكت بلس. lived in town، كان عايش في المدينة. with his wife، مع زوجته. they were very poor، كانوا فقراء جدا. but they were happy، بس كانوا مبسوطين. the shoemaker worked hard، صانع الأحذية عمل بجد. but he had no money، ما كانش معاه فلوس. One night ذات ليلة، the shoemaker was in his workshop، صانع الأحذية كان في الورشة. the shoemaker cut out the leather، قطع الجلد، and went to bed، وراح ينام. the following morning، تاني يوم الصبح، the shoemaker couldn't believe his eyes، ما كانش مصدق عيني. he called his wife، نادى على زوجته، to come quickly، أن تأتي بسرعة to the workshop. look at these shoes، قالها كده، look at these shoes، بصي كده على الحذاء ده، said the shoemaker. There on his table was an amazing pair of shoes. على المنضدة بتاعته كان زوج مذهل من الأحذية.
فزوجته قالت له they are beautiful. اه جميل. Did you make them؟ وانت اللي عامله؟ His wife looked surprised، كانت مندهشه. لا no my dear، لا يا عزيزتي، I didn't make them، انا ما عملتهمش ولا حاجه. He said the shoemaker and his wife were amazed، كانوا مذهولين. To see two beautiful pairs of shoes، لما يشوفوا زوج من الاحذيه جميل. In the workshop، في الورشه. فقالوا we must find out، احنا لازم find out، هيسأل في find out who is making these shoes، اللي بيعمل الحذاء ده. said the shoemaker's wife let's hide، يلا نستخبى tonight الليله دي. and see who's helping us، ونشوف ده مين ده اللي بيساعدنا. they were very surprised to see little elves، two little elves، كانوا مدهشين جدا لما شافوا قزمين. the elves started to make the shoes، قزمين جم وبدأوا يعملوا الحذاء. فقالوا لا 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 we must thank the elves، لازم نشكر الأقزام. said the shoemaker's wife let's make them new clothes، يلا نعمل لهم ملابس جديدة. طيب أول سؤال، the shoemaker lived in town with his، كان عايش في المدينة مع with his wife، مع زوجته. طيب هي كلمة find out، find out يا أولاد يكتشف، يعرف، تمام، معناها انه find out means know. There are a pair of، كان في زوج من الايه on the table، a pair of shoes، زوج من الأحذية. What is the moral of the story، ما هو المغزى من القصة؟ ممكن مثلا to be thankful، أن تكون ممتن، okay، لما حد يعمل حاجة، أو to be kind and thankful، حلوة قوي دي، تكون طيب زي الألفز، and thankful، وممتن وشاكر للناس زي الشوميكر and his wife. يبقى the moral is to be، إنك تكون kind، طيب، and helpful and thankful. ما helpful برضو حلوة يعني، and thankful، ما هم ال elves thankful. طيب why did the elves help the shoemaker and his wife؟ أكيد يعني علشان هو راجل طيب وفقير. هم ليه الأقزام ساعدوا صانع الأحذية وزوجته؟ هقول له مثلا because he was a kind and honest shoemaker and they were very poor. قول له دول تمام، تمام جدا. تعالى ننزل على هذه القصة الجميلة، قصة جبارين. Turtles eggs are in the sand، true. بيض السلحفاة كان في الرمل، اه. جباري legs became very tired، true. رجل جباري بقت متعبة، اه. The Nubian ibex didn't know the wadi of the gazelles، true. ايه الموضوع كله true ولا لا؟ الوعي النوبي ما كانش يعرف وادي الغزلان اصلا. Lake Nasser is a natural resource of water. لا فولس بقى. بحيرة ناصر يا بحيرة طبيعية، لا هي man made. ممكن يا حبيبي يجي لك في الامتحان كله true او كله فولس يعني عادي. دونجا is a big white. دونجا ده كان عبارة عن ايه اصلا يا اولاد؟ كان عبارة عن دوجون اللي هو اسمه الاتوم. طيب the biggest mountain was very snowy. The biggest mountain was very snowy. طب يا مستر عاوز اقول steep. تمام، عايز تقول snowy ماشي، steep ماشي. وزي ما قلت لك في الكومبليت في كذا اجابه ممكن، وانا برضو بناشد يعني زمايلي المصححين، ممكن الطالب يجاوب في الكومبليت اجابه صح ولكن هي مش اللي مع حضرتك في نموذج الاجابه، فاحنا طبعا هنعتبرها له صح اكيد لان هو اتكلم كلام صحيح، ما اقدرش اقول له كلامك غلط. The biggest mountain was very steep or the biggest mountain was very snowy. تعالى ننزل تحت كده هنا على التشوز. My little brother، اخويا الصغير، ايه swim، ار مش هتنفع، عارف ليه؟ لان ار ما ينفعش يجي بعدها مصدر. طب كان swim، must swim، can't swim، because he is only 2 months old، لأن عنده شهرين بس، يبقى can't swim. Laura always gives us figs. Laura دايما بتدينا تين، والتين ايه؟ التين غير عاقل،
which are from her garden. Which الغير العاقل. Who قبلها عاقل. Where قبلها مكان. Do you know the house؟ هل تعرف المنزل؟ المنزل مكان. Where my grandma lives؟ حيث تعيش جدتي. حلو الكلام، تعالى ننزل. Friday يوم الجمعة، إيه السهولة دي؟ Friday is a holiday. He would be happy. إيه ده؟ would والمصدر if ماضي، if ماضي would والمصدر قول له won. He would be happy if he won the gold medal. طيب we ate to bed early. إيه ده إيه ده إيه ده؟ yesterday yesterday يا بابا امبارح ماضي. قول له we went to bed early. ذهبنا للنوم مبكرا yesterday. سؤال بسيط جدا. سؤال الترتيب يا أبطالي، بنقرأ الكلمات متلخبطة ونبدأ نجاوب. طيب does, your, how, beat, often, heart, how, often، كده أداة الاستفهام how often، والفعل المساعد بتاعنا does. How often does، والفاعل your heart. How often does your heart، كم مرة قلبك beat بينبض. How often does your heart beat. Limestone, transport, did, how, people, how، كيف، الفعل المساعد did والفاعل people. How did people transport، ازاي الناس نقلوا limestone الحجر الجيري. Usually things the ground pulls gravity to، gravity الجاذبية. Usually pulls ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل. الجاذبية عادة بتجذب، بتشد، بتسحب، بتسحب، بتسحب things الأشياء to، إلى، بتسحب الأشياء to the ground إلى الأرض. وتعالى يا بطل يا جميل يا قمر نتكلم على جاسوس الغازات. الله، ده هو مجاوب كده، هو مجاوب الراجل، مديني يعني يعتبر مديني الباراجراف. انا ما علينا، انا بس الكلام ده اعمله جمله. هتكلم على الغازات، قال الكالر اللون. Some gases have pale color though you can't usually see gases. في غازات لها لون، بعض الغازات لها لون شاحب بالرغم ان انت اصلا المفروض ما بتشوفش الغازات. Change بتتغير، gases can change from one state to another. Shapes الاشكال، gases don't have a fixed shape، ليس لها شكل ثابت. يا عم كتر خيرك، كتر ألف خيرك. هاجي أنا أجهز المكان اللي هكتب فيه أهو، وأسيب كده، وأسيب قيمة حرفين الأول، وأبدأ أتوكل على الله وأقول له there are، there are many gases، توجد غازات كثيرة. لازم أجيب جملة من عندي برضو يعني كتر خيره. أه بس أنا هعمل حاجة. There are many gases، توجد غازات كثيرة on Earth أو in the atmosphere أو in the air. طيب اديله بقى الجملة الأولى. Some، أبدأ بحرف كابيتال. Some gases، بعض الغازات have a pale color. اعمل له الكما وقول although، على الرغم من you can't see them. اديله الجملة الثانية. gases can change from one state to another. gases الغازات can change، تقدر تتغير from one state، من حالة to another، إلى أخرى. Okay. طيب اديله الجملة الثالثة. Gases don't have a fixed shape. بس الأول قبل ما اديله الجملة الثالثة، ما أنا ممكن في الجملة الثانية أقول له مثلا when you cool gases، لما بتبرد الغازات they become مثلا a liquid، بيبقوا سائل، وده اللي احنا بنقول عليه التكثيف او التكثف الكوندنسيشن.
ادخل عليه بقى بالجملة الثالثة: gases don't have a fixed shape. gases don't have a fixed shape. وشكرا جزيلا. تمام، وشكرا. ده الباراجراف وده امتحان. تعالى بقى نعمل كمان امتحان ونخلص الفيديو. تمام، فتعالى يا بطل كده ننتقل للامتحان رقم 6. عندنا نص استماع، ونص الاستماع ده انا ممكن اجاوب عليه كده تشوز عادي، بس تعالى برضو نستمع الى النص ونجاوب. نص الاستماع بيقول: Mangrove trees، اشجار المانجروف، help the environment in many ways. ايه ده، انا اقدر احل اول سؤال؟ طب لحظه كده، mangrove trees help the environment، اشجار المانجروف بتساعد البيئه in many ways. They protect non-living and living things، بيحموا الكائنات الغير حيه والحيه. طب ما انا اقدر احل تاني سؤال، mangrove trees protect non-living and living things in the marine ecosystem. Many little fish swim among the roots of the trees. نقدر نحل تالت سؤال، many little fish، سمك صغير كتير، swim among، بيعوم كده وسط وبين، the roots of the trees، جذور الأشجار بتاعت المانجو. Where bigger fish، حيث السمك الأكبر، can't catch، لا يستطيع أن يمسكهم، can't catch them. The leaves of the mangrove trees، أوراق أشجار المانجروف يا أولاد، take 4 times carbon dioxide from air than other kinds of trees، بتمتص ثاني أكسيد الكربون أكثر 4 مرات من أنواع الأشجار الأخرى. يبقى the A of mangrove trees take 4 times more carbon dioxide from air، طبعا the leaves، الأوراق. كده أنا حليت سؤال الاستماع. تعالى يا سكر ننتقل إلى السؤال الثاني. عندي البوكس فيه resources، مصادر، non-renewable، غير متجدد، ground، أرض، صوتي، مالح، nature، الطبيعة. فندى بتقول لها What's a mine، سلمى؟ إيه هو المنجم يا سلمى؟ قالت لها It's a place، هو مكان، where we get raw materials، بنجيب منه المواد الخام، from the، من الايه، like gold and coal، from the ground، من الارض، مكان بنجيب منه المواد الخام من الارض. طيب are raw materials، هي المواد الخام دي، the same as natural resources، نفس الشيء زي المصادر الطبيعية؟ قالت yes، ايوه، usually، عادة، natural resources، المصادر الطبيعية، are things، هي أشياء، we can use، ممكن نستخدمها، from، طبعا from nature يا أولاد، من الطبيعة، like wood and soil، زي الخشب والتربة الزراعية. Our teacher says، أستاذنا بيقول، that coal، إن الفحم، is non-renewable، غير متجدد. Is that right؟ هو ده صح؟ قالت yes that's right، أيوة كلامه صح. والتيتشر هيغلط يعني؟ على كده ننزل 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 على القطعة. In some ways humans are similar to plants. إلى حد ما البشر مشابه للنباتات. Think about our circulatory system. فكر في جهازنا الدوري. Instead of water، بدل من المية، our veins and arteries carry blood. الأوردة والشرايين بتوعنا بيحملوا الدم، around our bodies، في جسمنا كله. Arteries، الشرايين، move blood away from our heart، بتنقل الدم من القلب. Veins، الأوردة، carry blood to it، بتحمل الدم ليه، للقلب. The nutrients and oxygen، العناصر الغذائية والأكسجين that we need، اللي احنا محتاجينها، are in our blood، موجودة في الدم. But we don't use carbon dioxide like plants. بس احنا بقى مش زي النباتات، ما بنستخدمش ثاني اكسيد الكربون. Humans need sunlight، احنا زيهم بقى محتاجين شمس. 2.
we can't make our own food. واحنا ما نقدرش ننتج طعامنا الخاص بينا. But we get vitamin D from sunlight. بس بنجيب فيتامين دي من ضوء الشمس. This can help protect us from getting sick. وده بيساعدنا من احنا مصاب بالمرض. Sunlight also makes a lot of people feel happy. وأشعة الشمس أو ضوء الشمس برضو بيجعل كثير من الناس تشعر بالسعادة. نبدأ نجرب the main ways to carry blood in and out of the heart are veins and الطرق الأساسية لنقل الدم من وإلى القلب هي الأوردة veins and will arteries والشرايين. Our blood دمنا has إيه؟ an oxygen has nutrients به العناصر الغذائية يا أولاد an oxygen والأكسجين that we need. طب we get vitamin D. احنا بنجيب فيتامين D from sunlight من ضوء الشمس. What is the text about؟ هو النص ده عن إيه؟ عن our circulatory system عن جهازنا الدوري. النص ده بيتكلم كده على our circulatory system، بيتكلم على جهازنا الدوري. طيب في سؤال بيقول لي what will happen، هيحصل ايه if we don't get enough vitamin D، لو ما خدناش فيتامين دي كافي. هو لو احنا خدنا فيتامين دي هيحمينا ان احنا نصاب بالمرض. طب لو ما خدناش فيتامين دي كافي يا ولاد we can get sick. We can قول له كده we can get sick، ممكن نصاب بالمرض. ويا سلام لو قلت له easily بسهولة، لأن فيتامين دي ده هو اللي protects us from getting sick. تعالى نشوف الكلام على إيه بعد كده. الستوري Gazelle's favorite food، الطعام المفضل للغزال أو للغزلان is a daffodil. True. Lake Nasser is a very small lake. بحيرة ناصر بحيرة صغيرة جدا. لا 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 لا. False. جبل علبة is the home of جباري. جبل علبة هو موطن جباري. لا ده وادي الجمال. False. جباري went to Lake Nasser. جباري راح بحيرة ناصر. راح بحيرة ناصر. True. The crocodile was huge, dangerous. عشان كده بقول في كذا إجابة ممكن تنفع. تمام؟ كان خطير، كان ضخم. The mangroves were too، الأشجار المانجروف كانت too salty، مالحة جدا. Okay. Too salty. طيب تعالى على اللي بعد كده. When زي if مضارع، مضارع مش كده؟ أو مضارع will والمصدر، أو مضارع can والمصدر. طب تعالى نشوف هنا بنتكلم بنقول when it doesn't rain، عندما لا تمطر the grass it grow، العشب ينمو. لا the grass can't grow، يبقى هنا can't والمصدر. لما ما تمطرش العشب لن ينمو. His cousin sing can sing، ابن عمه يقدر يغني. He can't swim، ما يقدرش يعوم. هقول له but ولكن. Sarah is a engineer. سارة مهندسة ايه؟ She got many prizes. خدت جوائز كتير. يبقى سارة is a successful engineer يا ولد. مهندسة ناجحة. طيب تعال نشوف بعد كده. I have a friend. أنا عندي صديق. الصديق ايه؟ عاقل. أقول له who lives in Aswan. طيب how ايه is Mount Kilimanjaro؟ قال له it's 5,895 meters tall. يبقى how tall؟ بسأل على طوله. if a would والمصدر، if ماضي would والمصدر، if I a my mother she would be، if ماضي if I helped my mother she would be happy. اوكي تعال على الترتيب. found bones the children dinosaur the children found، الأطفال وجدوا dinosaur bones عظام ديناصورات. builds schools houses and a builder a builder عامل البناء ماله builds بيبني بيبني. ممكن تقولوا بقى schools and houses houses and schools schools and
houses. Traveled has Aswan to ever Maryam. Has Maryam, هل مريم ever عمرها traveled سافرت to Aswan. Has Maryam ever traveled to Aswan. وتعالى يا جميل نبص مع بعض على الإيميل. هو طلب إيميل من 50 كلمة to your friend حسام، لصديقك حسام، about papyrus، عن البابيروس نبات البردي. يعني احنا في السبجكت هنا هنكتب بابيروس. Your name is Adam and your email address is، وعنوان إيميلك يا آدم adam92@gmail.com adam92@gmail.com. Your friend's email address is husamahmad@gmail.com. تعالى نبدأ نتكلم على البابيروس. والراجل كتر ألف خيره مديني strong plant made from baskets first book ancient Egyptians. يلا بينا يا أبطال. يبقى أول حاجة from، من، هكتب إيميلي أنا، مني أنا. طب أنا إيميلي adam92@gmail.com. أكتب adam92@gmail.com. تمام. تو إلى، إلى مين؟ إلى إيميله بقى يا صديقي، إيميله حسام أحمد at gmail.com. أكتب إيميله هو حسام أحمد at gmail.com. قلنا السبجكت الموضوع عن البابيروس نبات البردي. السبجكت بابيروس. طيب النقطة الصغيرة هنكتب فيها دير حسام. نكتب هنا دير أو هاي دير حسام. ويلكم، هو عمل لي كما؟ لا، دير حسام. بعد كده أبدأ أكتب له هنا الإيميل. خليني الأول أقول له، أسيب حرفين طبعا، وأقول له هاو ار يو، كيف حالك؟ طيب عاوز أكلمه على البابيروس، أقول له I learned، أنا تعلمت، about، عن papyrus، عن نبات البردي. ابدأ بقى أكلمه. It's a strong plant، هو نبات قوي. It's a strong plant. طيب عندي بعد كده هنجيب جملة من عندي، هو it needs، بيحتاج a lot of water، الكثير من الماء. كنت خدت الجملة دي في سنة رابعة. a lot of water and sunny weather، وطقس مشمس، بيحتاج الاثنين. so لذلك it grows، بينمو، near، بالقرب من، the river Nile، نهر النيل أو the Nile. طيب بعد كده أقول له ancient Egyptians، مش لازم أمشي بترتيب الكلمات اللي هو جايبها لي. ancient Egyptians، ancient Egyptians، قدماء المصريين. planted، زرعوا، and و used، واستخدموا، papyrus، نبات البردي. تمام. قل له they made baskets and sandals، عملوا سلال وساندلز. from papyrus، من نبات البردي. تمام. وإيه كمان؟ they made paper، عملوا الورق، from papyrus. تمام. أو أقول له كده first box، يعني ممكن تقول أول they made، زي ما أنا قلت they made paper، عملوا الورق، from، من
بابايروس من نبات البردي، وقوله كمان فيرست بوكس اوف ذا فيرست بوك، اول كتاب في العالم was made from papyrus. The first book, was made, كان مصنوع from من papyrus، من نبات البردي. تمام. طيب انا كده خلصت، هقول له في الاخر best wishes، اطيب الامنيات، او love، او see you soon، او اي عبارة اختم بيها. اقول له مثلا best wishes، اطيب الامنيات، وبعد كده اقول له yours. yours مين؟ صديقك مين؟ انا اسمي، ادم، امضي تحت ادم. خد بقى سكرين شوت لهذا الايميل، واحنا خلصنا. thank you for watching. شكرا انك يا بطل كملت الفيديو ده للاخر، ووصلت النقطة دي في الفيديو. انا بحبك جدا، ما تنساش اللايك يا حبيب قلبي، وهتوحشني كتير جدا لغاية السيشن الجاي إن شاء الله. سلام، goodbye.